كاس وجه الخير. الأزهر ده نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء، والسيدة فاطمة الزهراء من أهل البيت اللي هو تابع الفاطميين، تابع الفاطميين اللي هم أصلا بيدينوا المذهب الشيعي. وأول ما أنشئ الأزهر أنشئ لتدريس الفقه الشيعي، ودرس فعلا الفقه الشيعي. فلما جه صلاح الدين الأيوبي وحب يحول مصر من شيعية إلى سنية، قفل الأزهر 100 سنة، 102 سنة. لو ثورة 23 يوليو عملت كده، ده احنا بنقول على ثورة 23، أو بيقولوا يعني مش احنا طبعا، بيقولوا على ثورة 23 أصل دول كفار، أصل دول ظباط، أصل دول مش عارف إيه. صلاح الدين الأيوبي بتاع فيرجينيا جميلة الجميلات ومش عارف إيه، اللي عارفين الفيلم اللي عملته آسيا ده، قفلوا 102 سنة، اتفتح في عهد الزار بيبرس. وأوقف الأوقاف، قال ما حدش يتبرع للأزهر، ولغى حي على خير العمل دي اللي هي يابا علمني الخيابة تعالى في الهيفا والصدر. وكان في عملة موجودة في مصر مكتوب عليها علي ولي الله. الأول أنا عايز أعرف علي ده ولي الله ولا مش ولي الله؟ ولي الله. مسح العملة، امسح العملة، يعني عايز أقول إيه. وبعدين يقال على والعهد على الاستاذ الدكتور احمد عبد الرحيم السائح، استاذ العقيده والفلسفه رحمه الله عليه، السابق في جامعه الازبق في جامعه الازهر، انه قتل 92,000 من الصعيد عشان يحولوا، لانه كانوا مزجرين، لانه في باب في الازهر حتى اليوم موجود اسمه باب الصعايده ورواق الصعايده. الصعايده ما كانوش عايزين يبقوا سنين. هذا التاريخ اللي مستخبي واحنا ما بنقراهوش او مش عايزين نشوفه او بنستخبي. قالت لي انه اساتذه التاريخ في ندوه الثقافه، ندوه المجلس الاعلى للثقافه، قالوا انه صلاح الدين ظلم الشيعه المصريين. فقلت لها يا بنتي، الندوه كانت يوم الخميس، كانت حوالين دور صلاح الدين الايوبي ولا كانت؟ كنت رئيس جلسه في هذه الندوه. دي كانت يوم الخميس تقريبا. كانت عن ايه يا دكتور؟ كانت حوالين ايه؟ كانت عن الدوله الفاطميه، تاريخ والحضاره يعني. جميل. طيب. قضية مختلف فيها قديما وحديثا، والآن لها بعد سياسي خرج في غاية الأهمية. طيب قولي يا بنتي، صلاح الدين الأيوبي دمر مصر، مش ظلم الشيعة. أنا ما بقولش ظلم الشيعة، لأن أنا أنت بتتكلمي عنوان البرنامج ده اسمه بلدنا بالمصري. لا، جرى تسليط الضوء أو يراد تطييف كل حاجة. صلاح الدين الأيوبي دمر مكتبة القاهرة، والرقم عندي على فكرة، أنا مش جايبه من عندي، والكتاب هو كتاب الروضتين، وذاكر الرقم ما بين 1,600,000 و2,600,000. الحاجة الثانية إنه الدولة، لما هنا يجي المؤرخ وهذا الكتاب الروضتين للمؤرخ أبو شام المقدسي، يقول لما كان في قلوب المصريين من المهاواة للدولة، من هذه الدولة، يعني يصف أن الحرب التي أعلنها صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية، ويقول أنها لم تكن حربا على الشيعة فقط، ولكنها حربا كانت حربا على المصريين، وأن كثير من الفئات المصرية وليس الشيعة وحدهم تضرروا، حتى أن من بين من تضرروا من سياسات صلاح الدين الأيوبي الجائرة تجاه المصريين كان النصارى أقباط مصر، لأنهم كانوا أصحاب قدم في الدولة الفاطمية وتضرروا مما جرى لهم. وذكرنا بعض الأحداث. لما نيجي النهاردة نتكلم على مكتبة القصر الفاطمي وما فيها من كتب ودار الحكمة وما فيها من علوم وتجارب ومعارف، لم تكن تراثا حضاريا للشيعة وحدهم، ولكنها كانت تراثا حضاريا لمصر، وأنا أقول مصر. والذي يحاول أن يسلخنا من وطنيتنا وانتمائنا عليه أن يراجع نفسه. للأسف الشديد، ماشي أوكي عادي جدا، ما فيش جديد، وجهة نظري وكتبتها قبل كده في كتاب التشيع الممنوع وغيره، وهناك من يعارض هذا الأمر لأن الصورة التي قدمت للناس مختلفة تماما عن هذه القصة، ويجري تركيزها على قصة واحدة وهي الحروب الصليبية وما جرى من إخراج الصليبيين من القدس.